بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في درس جديد. at the airport في المطار. يلا نشوف هناخد ايه في الدرس بتاعنا. اول حاجه الورد تايم، listen and repeat. ايه هي الكلمات اللي هناخدها بتاعت اليونت دي؟ يلا نشوف. هناخد الارقام من اول الرقم ده. الرقم ده اسمه ايه؟ الرقم ده 13. 13 تاني، قول ورايا 13 يعني 13. والرقم اللي بعده 14. 14 يعني 14. واللي بعده 15. 15 15. 15 بعد كده رقم 16. 16 يعني 16. 17. 17 17. 18. 18 يعني 18. وعندنا رقم 19. 19 يعني 19. ورقم 20. 20 يعني 20. ورقم 25. 25 يعني 25. 30. 30 يعني 30. 40. 40 يعني 40. 50. 50 يعني 50. وكده احنا اتعلمنا الارقام. يلا نيجي على حاجة تانية بقى. practice time، listen and repeat. هنتعرف ازاي بنتعامل مع الوقت والساعة. عشان نسأل عن الوقت بنسأل، لو انت مثلا عاوز تسأل واحد تقول له الساعة كام، هتسأله ازاي بالانجليزي؟ هتسأله السؤال هيبقى عامل ازاي؟ what time is it. تاني what time is it. what time is it يعني ما الوقت، ماذا يكون الوقت. ولو عاوز تجاوب عليه مثلا تقول له الساعة كذا، لو واحد سألك وعاوز تقول له الساعة كذا هتقولها له ازاي؟ هتقولها له it's يعني انها تكون، وبعد كده الساعة بقى ايا كانت. الساعة اللي قدامنا دي مثلا دي ايه؟ 10:15. هتقولها له ازاي؟ 10:15 يعني 10:15 دقيقة. 10 اللي هو الساعات، وبعد كده 15 اللي هي الدقايق. وقت تاني what time is it برضو، عشان تسأل عن الوقت في اي على طول بتقول السؤال ده what time is it. والساعة اللي قدامنا دي it's 11:45. it's 11:45 انها تكون 11:45 دقيقة يعني 12:15. وقت تاني الساعة دي هنقولها ازاي؟ لو واحد قال لك what time is it هتقول له ايه وانت شايف الساعة دي؟ هتقول it's 12:25. it's 12:25 12:25 دقيقة يعني 12:30 الى 5. وقت جديد what time is it. الاجابة هتكون احنا شايفينها ايه؟ it's 1:30. it's 1:30 يعني 1:30، 31 دقيقة. What time is it دي بقى الساعة 2 بالظبط، هنقولها له ازاي؟ it's 2 o'clock. it's 2 o'clock نقول الساعة 2، عاوزين نقول 2 بالظبط نزود عليها كلمة o'clock، يبقى it's 2 o'clock يعني 2 بالظبط. What time is it وقت جديد؟ it's 3:55. 3:55 3:55 دقيقة.
فالأول لازم نتعلم الأرقام عشان نعرف نتعلم الساعة. هنيجي بقى للفونكس تايم listen and repeat. هنتعلم النهاردة في الفونكس تايم بتاعنا long e. حرف الاي اما بيجي طويل مد، ده موجود في الكلمات اللي جاية دي. اول كلمة عندنا بي بي يعني نحلة، تاني بي، لاحظنا قلنا بي مدينا في الاي، فحرف الاي في بعض الكلمات بيجي مد في الكلمات اللي احنا هناخدها دلوقتي. وبرضو موجود ايه في كلمة ايه تاني؟ ها دي ايه اللي قدامنا دي؟ فيت، فيت يعني قدم او القدمين، فيت. وبرضو لونج ايه موجودة سليب، سليب الولد ده سليب يعني نايم. وموجودة برضو لونج ايه في كلمة ميت، ميت يعني لحمة. في كلمة ريد، ريد يعني يقرأ. وفي كلمة تي، تي يعني شاي، تي شاي. وورد تايم بقى لوك اند سيركل، بصوا للصورة دي واعملوا دايرة على الإجابة الصحيحة. أول تمرين عندنا الرقم ده اللي انتوا شايفينه قدامنا ده اللي بالأحمر ده، ده اسمه ايه؟ هتختار انا واحدة في دول 14 ولا 15؟ برافو 14، الرقم ده اسمه 14 اللي احنا اتعلمناه من شوية. رقم تاني، الرقم ده هنقول عليه 19 ولا 17؟ مين يجاوب؟ شاطرين 17، 17. الساعة دي هنقول عليها ايه؟ هنقول عليها it's 3:01 ولا it's 1:30؟ احنا شايفين ساعة واحدة ونص، ازاي نقول واحدة ونص بالانجليزي؟ بنقول اول الساعة الاول وبعد كده الدقايق، الساعة كام؟ واحدة، فهتبقى الاجابة it's 1:30، واحدة وبعد كده الدقايق 30 دقيقة، يعني واحدة ونص it's 1:30. وبكده الدرس بتاعنا خلص، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.